الحلم. رودي. مرحبا. لما جئتم كلكم إلى هنا؟ قال إيدي إنه سيرينا اليوم اختراعا جديدا. اختراع جديد؟ مراسلة بيتي، يرافقني الدكتور إيدي للتكلم عن اختراعه الجديد. هيا أخبرنا عنه. إنه رجل آلي، دعوني أريكم إياه. هذا رجل آلي؟ أجل، إنه كذلك. آنسة لوبي، شغلي الرجل الآلي. أجل، سوف نبدأ مع التشغيل. ها هو الرجل الآلي ينظف. يا له من اختراع جميل. هذا ليس كل ما يمكنه فعله. دعيني أريك ما يستطيع عمله الرجل الآلي هذا. آنسة لوبي، هذه المرة سيعزف الرجل الآلي الموسيقى. ها هو الرجل الآلي يعزف الموسيقى. هل تسمحين لي بهذه الرقصة؟ ماذا؟ إيدي، من هناك؟ إيدي استيقظ. من ينادي الدكتور إيدي؟ الدكتور إيدي؟ هل استيقظت الآن؟ أنتم هنا. ماذا بشأن الدكتور إيدي؟ بهذا الشأن، كان مجرد حلم. حلم؟ ما هو الحلم؟ إنه ما تتخيله وأنت نائم. ليس للرجال الآليين أحلام. إيدي، قلت إنك سترين اختراعك الجديد. أنت على حق. هي إنها آلة يمكنها الطيران. آلة طائرة؟ ليس لها أجنحة حتى؟ لا تطير بواسطة الأجنحة. صنعت هذه لرودي. لي أنا؟ أجل، هيا سأريك كيف تعمل. هكذا. أنهيت. هل تطير فعلا؟ بالطبع. اضغط على الزر وستطير. هكذا. ماذا حصل؟ أنا على الغيوم. من هذا؟ من أنت؟ أنا الملك بولالا، ومن أنت؟ أنا رودي. يبدو هذا ممتعاً، دعني أحاول. أجل. كف عن اللحاق بي. هذا ممتع فعلاً. أين اختفى رودي؟ أجل. أجل. إنه هناك. رودي. رودي. مرحبا فورورو. أمسكت بك. رودي. رودي. لقد فتح عينيه. أنت في منزلك. ماذا حصل للملك بولالا؟ الملك بولالا؟ أعتقد أن رودي كان يحلم. رودي يحلم؟ الرجل الآلي لا يحلم. هذا غريب. لما لا تستلقي رودي؟ هذا غريب. ما الخطأ؟ كنت أقضي وقتا جميلا على الغيوم. هل كان رودي يحلم بأن الملك بولالا يعيش فعلا على الغيوم؟